يعيش في إيران العشرات من الفلسطينيين من قطاع غزة. مهدي صالح واحد من هؤلاء الشباب يعيش في مدينة قم حيث نتواجد نحن الآن. صباح نو استشهد بعد صلاة الفجر قام للوضوء ولم يصل للصلاة. قبل بيوم أجا تهديد، أي شخص يبقى في بيته سيهدم البيت على رأسي. وسبحان الله لم يقبل الخروج من البيت واستشهد وحيدا. يعني الوالد كان شيء تاني، يعني الوالد دايما بالنسبة لنا رمز لكل شيء. هي بيتكم؟ هذا الصالون، هذا الصوت السيد حسن نصر شايفين؟ لا مش الحق، كان يحب السيد حسن بشكل مش طبيعي. الوالدة تقريبا منذ شهر لما أتحدث معها خرجوا من البيت، لكن إلى أين كيف متى أخبارهم حالهم لا أعرف. يحلو لبنا يحلو لبنا. إذا نرجع ليوم 7 أكتوبر لقينا الويل من هذا العدو الصهيوني. عندما انتقمنا ولو لأربع ساعات شعرنا أننا انتقمنا ل75 عاما الماضي كله. أحد أهم المثبتات الموجودة في غزة للناس وللمجاهدين لأن اعتقادهم بالله، اعتقادهم بمن وعدهم بالنصر بأنه لن يخلف وعده. الشوق موجود لكن الإيمان بأنه ما زال حي أيضا موجود. الحمد لله رب العالمين، وعد الله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. بسنتر رفقم الميادين.